وللمزيد حول تداعيات تفجير مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب تحت ضغط التظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. بداية أستاذ عبد الرحمن، تطورات سريعة تشهدها الساحة اللبنانية خلفها حادث مرفأ بيروت. الشارع المنتفض اليوم على الطائفية والمحاصصة، والذي كان يواجه عناصر مدفوعة من فصيل بعينه، كيف ترى موقفه اليوم؟ الغضب في الشارع مستمر. استقالة الحكومة لم تعني شيء للشارع لأنها لم تكن مطلبا أساسيا من مطالب الشارع هذه المرة. الشارع مطلبه استقالة مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى إصلاحات دستورية ووضع أسس منهجية لمكافحة الفساد، بمعنى وضع قوانين جديدة تسمح بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الكارثة الأخيرة. وبالتالي استقالة الحكومة هي لم تخفف لا من غضب الشارع ولم تقدم شيئا. طيب، أنت قلت محاكمة المسؤولين، من يتهم الشارع اللبناني اليوم؟ من هم المسؤولين لدى الشارع اللبناني؟ الاتهامات القضائية أو التقنية هي موجهة للمدراء المسؤولين عن المرفأ، سواء مدير المرفأ نفسه أم مدير الجمارك أم مدير الجمارك السابق. لكن الاتهام في الشارع هو اتهام سياسي، بمعنى أن هؤلاء السياسيين الذين هم عينوا هؤلاء المسؤولين في وظائفهم وهم دافعوا عنهم وهم قدموا لهم الحماية أمام القضاء في عدد من القضايا السابقة، هم أيضا مسؤولون عن هذه الكارثة التي حصلت. بمعنى أن اليوم الشارع عندما وجه غضبه لم يوجهه تجاه هؤلاء المدراء المتهمون بأقل شيء بالتقصير أو بالإهمال، وإنما وجهه ضد من عينهم، أي ضد الطبقة السياسية. لكن التقارير الرسمية حول هذه الشحنة عندما وصلت إلى مرفأ بيروت قبل 6 سنوات كشفت أن الحكومة اللبنانية تعرف وأن الرئاسة اللبنانية تعرف وأن هنالك إهمالا حكوميا يعني باتجاه نترات الأمونيا التي خزنت 6 سنوات في المستودع رقم 12، كيف سينظر إليها القضاء اللبناني؟ حتى هذه اللحظة لم تصدر معلومات رسمية عن جهات التحقيق قبل أن نصل إلى موضوع المحاكمة، لكن يعني هناك عدم ثقة الصراحة لدى شرائح واسعة من الشارع اللبناني بالتحقيقات. هناك من يرى أن حتى اللحظة، حتى مجريات التحقيق ومحاولة البعض التنصل حتى من التحقيق والدفاع عن بعض السياسيين، عن بعض المتهمين أو عن بعض المحقق معهم، يجعل بالفعل أن هناك صعوبة واقعية في إمكانية محاسبة المتورطين. من هنا يطالب العديد بإجراء تحقيق دولي مستقل يضمن أن يحمي المحققين كما يحمي القضاة كما يحمي الشهود من أي تهديد محتمل على حياتهم أو على حياة أسرهم. الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.